عايزة أحيي مهرجان العالم عالمين على إعلانه التضامن مع أشقائنا في غزة والتبرع بنسبة كبيرة. أنا سمعت أنه فوق 60% من الأرباح بتستهدف قطاع غزة بإذن الله. وعايزة أقول لكم أن مصر دخلت في قطاع غزة بالتعاون مع الهلال الأحمر والتحالف الوطني العمل الأهلي التنموي 80% من المساعدات، 80% الإجمالي من المساعدات اللي قدمته مصر، تبرعات من الأسر، تبرعات من الجهات المعنية، مجتمع مدني. قدمنا ربع الخدمات على مستوى العالم. النهاردة كمان مهرجان العالم عالمين بيؤكد على مساندة أهالينا في غزة، وشايفة علم مصر وفلسطين يعني موجودة على كل الأيقونات وكل البانرز اللي موجودة في المهرجان. بشكر الصديقة العزيز الأستاذ عمرو الفقي على كل المجهودات اللي متقدمة النهاردة في المهرجان، واتمنى له النجاح. النهاردة المهرجان عامه الثاني، ولكن أنا عارفة أن في خلال سنتين ثلاثة إن شاء الله هيبقى من أكبر المهرجانات في المنطقة. وبأحيي مرة تانية المتحدة وفريقها من عمرو بيه لأصغر يعني زميل موجود في المتحدة بيقدم هذه الخدمة عشان تخلوا فرحة مصر وفرحة كل أسر المصرية بالخدمة اللي بتتقدم في مهرجان العالمين. بشكرك ومبروك عمرو بيه. شكراً.